من قال بأن الانتقام هو صفة يمتاز بها البشر وحدهم؟ فهناك أيضا حروب شرسة دارت بين الحيوانات، منها الحرب الشهيرة بين القردة والكلاب في الهند بغرض الانتقام. مرحبا بكم في قناة أرابيك جيوغرافيك، نقدم لكم اليوم المذبحة الانتقامية، أو حين أعلنت القرود الحرب على الكلاب في الهند. فما هي ملابساتها وكيف بدأت شرارات الحرب وكيف انتهت؟ كل هذا في حلقة اليوم، فتابعونا ولا تنسى الإعجاب والاشتراك إذا كنت لم تشترك بعد. في يوم الجمعة 17 ديسمبر كانون الأول من العام 2021، كانت الهند ومعها العالم مندهشا من حادثة غريبة جدا قل نظيرها في عالم الحيوانات. مكان وقوعها هي قرية صغيرة بمقاطعة مهاراشترا الهندية، حيث كانت الحرب ضارية، لكن ليس بين مجموعات بشرية، وإنما بين صنفين من الحيوانات، وهما القردة والكلاب. فقد شهد هذا اليوم حرب شوارع شرسة جدا بين المجموعتين، حيث شنت مجموعة من القردة حربا قاتلة انتقامية على الكلاب المحلية، الأمر الذي انتهى بمقتل قرابة 250 كلبا محليا. وبحسب ساكنة القرية، فإن هذه الاشتباكات العدائية بين القردة والكلاب اندلعت شرارتها الأولى منذ حوالي شهر، عندما قام عدد من الكلاب بقتل أحد أطفال القردة. وأن ما وقع في هذا اليوم ما هو إلا ردة فعل على ذلك الحادث، حيث أنه بعد تلك الحادثة قامت القردة وعلى مدار أكثر من شهر على تلك الحادثة، وبحسب تصريحات الأهالي والسكان قامت باختطاف الجراء الصغيرة من مجتمع الكلاب. فقد تحولت شوارع القرية وأزقتها إلى ساحات قتال، مما أثار الذعر عند السكان المحليين، خاصة وأن القردة كانت تهاجم حتى البشر الذين يرافقون الكلاب. وبحسب أهالي القرية، فإن مجموعة كبيرة من القردة الهائجة والغاضبة قامت في هذا اليوم بجر نحو 250 من كلاب القرية إلى قمة عدد من المباني والأشجار، وقامت برميها من الأعلى، لدرجة أنه كلما ظهر كلب في المكان إلا ويأتي قرد هائج وغاضب يخطفه ويجره إلى مكان مرتفع بغرض رميه حتى يموت. هذا ولم ينجو أي كلب من الكلاب المحلية من هذه الحرب الانتقامية، حيث أن رغبة هذه القرية في الانتقام كانت كبيرة جداً. الحصيلة النهائية هو اختفاء الكلاب تماماً من القرية إلى إشعار آخر. وبحسب تقارير عديدة، فإن القردة بصفة عامة أصبحت شرسة جداً في السنوات الأخيرة في الهند. هذه الحرب الشرسة تضرر منها حتى البشر، خاصة عدد من أصحاب هذه الكلاب الذين كانوا يحاولون إنقاذ كلابهم، كما تعرض كذلك بعض الأطفال الصغار للهجوم من قبل عصابات القردة. هذه الحادثة قد تبدو للعديدين غريبة ولا تفسير لها، لكنها بالأساس لا غرابة فيها، حيث أن الانتقام هو سلوك مرصود كثيرا في عالم الحيوانات، فإنه على مدى آلاف السنين شن البشر مئات الحروب ضد بعضهم بغرض الانتقام، حيث أبيدت جماعات وأعراق وقبائل صغيرة وكبيرة. لهذا بقي الانتقام سلوكا مرتبطا بالبشر، لكن العديد من الأحداث أكدت أنه حتى الحيوانات تنتقم. ومن أشهر الحيوانات المنتقمة الفيلة والقردة، كما أكدت العديد من الدراسات والملاحظات على أن القردة تستطيع أن تنتظم فيما بينها وتشكل مجموعات كبيرة، بحيث أنها تنظم عملية قتل جماعية كاملة ضد مجموعة أو مجموعات أخرى بغرض الانتقام أو حتى حماية المنطقة الخاصة بها. الأخطر من ذلك أن حروب هذه الحيوانات الانتقامية قد تطال حتى الإنسان أحياناً. ختاماً، نتمنى أن معلوماتنا اليوم في هذا الفيديو كانت مفيدة لكم، وإذا استحسنتم الفيديو لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.